السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما بلش بهذا الفيديو، صلوا على النبي واذكروا الله. بهذا الفيديو راح نشرح شلون بنغير الاسم على الفيسبوك، يعني طريقة تغيير الاسم في حسابنا على الفيسبوك إذا أردنا ذلك من خلال الهاتف. طبعا الخطوة سهلة جدا، لهيك ابقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم من جديد. كما ذكرنا راح نشرح هلأ شلون بنغير اسمنا على الفيسبوك من خلال يعني هاتفنا إذا أردنا ذلك. طبعا قبل ما تابع الشرح، بتمنى منكم أول شيء أنه تدعموا قناتي على التليجرام اللي تركت رابطها أسفل هذا الفيديو. طبعا القناة بتضم محتوى تقني ومحتوى عن مواصفات الهواتف النقالي. طبعا لحتى نغير الاسم في الفيسبوك، ما علينا يعني سوى انه ندخل الى هذه القائمة الخيارات بالاعلى، وبعدها راح نتوجه الى الاسفل للاخير ونبحث عن خيار الاعدادات والخصوصية. هذا الخيار هون راح تنفتح قائمة جديدة، راح نضغط على الإعدادات. طبعا راح تنفتح لنا هاي الصفحة، راح نضغط على الخيار الأول اللي هو المعلومات الشخصية. راح يظهر لنا هون أول شيء الاسم، راح نضغط عليه. طبعا راح يكون عندنا الاسم الأول والأوسط والعائلة. نحن راح نغير الأول، و يعني إذا أردنا مثلا راح نحط أحمد. طبعا فينا نحط اسم الأوسط، فينا نحط يعني الاسم العالي، هنا راح يظهروا بجنب بعضهم كلهم. أنا بحط بس الأول والأخير. طيب هنا راح يقولوا لنا أنه فقط يعني تغييره مرة واحدة كل 60 يوم، يعني هلأ إذا غيرنا لبعد 60 يوم لنحسن نغيره مرة تانية. المهم هون نحن لازم نكتب كلمة سر حسابنا على الفيسبوك. طبعا احيانا بيعطونا بالصفحه اللي بعدها، راح اضغط هون على يعني التالي. طبعا مو واضحه، طبعا هون مثل ما ملاحظين راح يخبرونا انه هذا الشكل او هذا بدنا. احنا بنختار الشكل اللي بدنا اياه، يعني معكوس الاسم. طبعا بنختار الاسم اللي بدنا اياه، وهون راح نكتب كلمه سر حسابنا، وبعدها بنضغط على هذا الخيار اللي هو حفظ التغيرات على ما اعتقد مو واضح بسبب تكبير الخط. بعد الضغط عليها بيتم تغيير الاسم. بتمنى أن يكون أفادكم هذا الفيديو.